تمام. مرضي بماتش الاسماعيلي اعتقد. كلنا مرضيين. حلو، تقول لنا ايه بقى رؤيتك للماتش ده كانت عامله ازاي؟ بص، هو الماتش ده الحقيقه يعني غير الثلاث نقاط كان فيه مكاسب كتير قوي. لو هنرجع كده شويه بالذاكره، ما كنت انا موجود معاكم من يمكن شهر كده بعد مباراه السوبر المحلي وخساره النادي الاهلي. يعني كان دوري خساره وبعدين كاس سوبر خساره، فكان عامل مشكله شويه عند الجماهير، وابتدت العلاقه بين الجماهير وموسيماني يبقى فيها شويه كده، ومع موضوع التجديد واللي حصل واللغط اللي حصل، فكان على موسيماني ان هو لازم يعني يعوض الكلام ده او يغير الصوره. الحقيقه الدور بتاع افريقيا اللي فات كان مكسب الحمد لله كويس، بس ما كانش الاداء كويس. وكلنا قلنا برضو يعني مكسب بس مش مطمنين، ضعف المنافس ونتيجه طبيعيه في مصر ان الاهلي يكسب بالسكور الكبير ده، فكانت الناس مستنيه ولسه برضو كانت قلقانه على فريق النادي الاهلي في بدايه موسم جديد ومتحفزه لاي حاجه. طبعا. فالحقيقه ماتش الاسماعيلي جه غير حاجات كتير قوي. اولا شفنا النادي الاهلي في ثوبه الجديد، ايوه، طريقه جديده فاجئ بيها موسيماني الناس كلها، غير طبعا الطريقه التقليديه بتاعته اللي هي 4-2-3-1، طريقه مختلفه خالص، حتى التشكيل مختلف تماما. شفنا وجوه جديده طبعا، التدعيمات اللي حصلت بيرستا وميكاسوني وقبلها طبعا كنا شفنا احمد عبد القادر وعمار، شفنا تشكيل جديد، شفنا كرة حلوة جدا اتلعبت، غير السكور اللي اتحط في نادي كبير زي نادي الاسماعيلي. وتبقى ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما بتبقى مثيرة وماتشات قوية. كان زمان بيسموه برازيل مصر. طبعا طبعا، فرقة عريقة وتاريخ طبعاً كبير ولعيبة كبيرة. طب كان فين الحلاوة دي بقى؟ يعني كان فين الكلام ده من بدري؟ هو طبعا وان احنا لازم نضغط يا كابتن حشيش. هو دايما كده، احنا طبيعتنا كلنا كده، لازم نشتغل تحت ضغط، وطبعا ما فيش اكبر من الضغط اللي كان حاصل عليهم بصراحه. صحيح. طبعا. بس احنا بنرجع نقول برضو ان الفترات القديمه كان في تعب واجهاد واصابات ونقص في مراكز كثيره. بعد بصراحه مجلس الاداره ما عمل التدعيمات الكبيره دي اللي حصلت، وبعدين خلي بالك ان موسيماني اول ما جه من سنه جه على لعيبه هو ما اختارهاش، هو جه بفريق لقى فريق موجود وخلاص انت لازم تلعب كده. المره دي هو اختار، واختار يمكن الناس اللي اختارها اللي هو ميكاسوني وبيرستاو، هو اللي جابهم بنفسه ومقتنع بيهم ودربهم قبل كده. يعني بصراحه رايه طلع قدام الناس كلها 100%، لان حتى اللعيبه ما كانتش مستنيه زي ما كان المقوله اللي انا ما بحبهاش، التجانس ولازم يبقى مع الفرقه. هم من اول اختبار، واختبار قوي قدام فرقة قوية. طبعا.